التفكير النقدي الجزء الرابع التحيز الشخصي. تركز بعض المناقشات على الشخص وليس على ما يقوله، فلكي تحتفظ بتركيزك على النقاش فكر في العبارة الرياضية: ركز على الكرة وليس اللاعب. يصعب علينا الاستماع لأشخاص لا نحبهم، كما يصعب مخالفة رأي الأشخاص موضع ثقتنا وإعجابنا، لكن ثمة اختلاف بين الشخص وما يقول. على سبيل المثال، قد لا تعجبك شركة وقود حفري معينة بسبب سلوكها غير القانوني وغير الأخلاقي في الماضي، ثم يظهر ممثل للشركة على شاشات التلفزيون يرسم على وجهه ابتسامة ويزعم أن قسم الأبحاث الكيميائية بالشركة اكتشف وقوداً نظيفاً غير ضار بالبيئة. من السهولة بمكان أن تشك في أفعال هذه الشركة، فهي في نهاية الأمر لا تروق لك، وربما كان الكلام محض كذب بهدف جني الأموال. قد يوحي تاريخ الشركة بأن أفعالها تستوجب انتباهاً أكبر ومناقشة أكثر، لكن لا يمكنك أن تزعم على أساس منطقي أنها مخطئة بناء على هذه الحجة فقط. فعندما تربط بين النفور وعدم التصديق، فإنك بهذا تركز على الخصم وليس القضية. لا يمكن للمرء أن يكون خبيراً في شتى الأمور، وقد يغريك شعورك نحو شخص ما بأن يصير ذلك الخطوة الأولى تجاه اتخاذك قرار الثقة به من عدمها. لكن الحجة المبنية على من تثق به ومن تشك فيه تفتقر إلى الأساس المنطقي السليم. إننا نلجأ إلى الخبراء عندما نحتاج إلى نصيحة سديدة، إلا أن القول بأن إحدى النتائج سليمة منطقياً لأن أحد الخبراء هو من توصل إليها لحجة واهية. لا يمثل تغير المناخ قضية مثيرة للقلق لأن الخبراء يقولون هذا، وإنما لأن الحقائق والمنطق يشيران إلى أن الاحترار العالمي استنتاج سليم. هذا لا يعني أنه يجدر بنا تجاهل الخبراء، وإنما يعني أننا بحاجة إلى طرح الأسئلة من أجل التوصل إلى فهم أفضل للحقائق والمنطق اللذين تستند إليهما استنتاجاتهم.